يا بن جعفر عليك الروح هامات الك ترخص بهذا اليوم هامات عليك يصيح كل مامون هامات ولم سجنك لكم ضلع الزكية بتاريخ الدهر سجل وكيدة الإمام شلون يتكيد وكيدة سجن مظلم يخلونه وكيدة سلاسل الربط سودة علي يا بن حيدر علي الكاظم تعالى بايات الطهر خصة تعال يا شيعي للجسر باكر تعال نشيع الراهب نقيم العزية الإمام الكاظم العابد وراهب للجيوش الكفر راعبهم وراهب رياح الغدر يا وصفة وراهب وغدر مسموم إمام الجعفرية وغدر مسموم إمام الجعفرية يا باب الجود والطلب مرادة ولم سجنك نحس بينا مراد اللي يزورك يدخل الجنة بخسارة يصير دنيا وآخرية يمن بابك علاج الروح وصفة عذب زمزم صفائك عسل وصفة صعب حالك ولا ينوصف وصفة بسجن سموك تنعاك المنية الدهر الهموم يا ويل جسرها وياك يد الكسر ساكة كسرها عليك ون يا بن جعفر جسرها وينادي الإمام الرافضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين 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 ديوانك حلم كل عاشق ديوانك حلم كل عاشق ترف يا محلاها على القبة الراية ما ناقص ضريحك هبة ما ناقص ضريحك هبة صدق بس عوزك رايات ومشاية يا غالي ضريحك بيتي شي بس اطلع منك ثاني ياخذني سمار فياية وإذا مو يمك هم يمك تلقاني لك ماي بعيوني وناغيك بجفوني لك ماي بعيوني وناغيك بجفوني مولاي يا أنيس النفوس يا غريب البطوس يا أنيس النفوس بسم الله الرحمن الرحيم أهدي هذا الشعر لمولاي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول بالظلمة قبل كاظم ونينة مولاي بالظلمة قبل كاظم ونينة على هم السجن الله يعينه ما شافت شمس بالسجن عينه بس ظلمة وضوء الشمعة يطفونه شيل جنازته وهوس عليها بهيدة يلمشيته وشايليها عدل اجدامها وفكوا ايديها مشتوف بحديد بهاي تدرون صيح الله ولحد يا مسلمين هذا ابن الطهر وابن الميامين خل تجبل عليه كلمة المعزين أهل وين شاياه اللي يعزون بهيدا وياه بالله يلتشيعون قضاها اللي يالب سجن هارون بهيدا ويا الإمام لقيت ما فيه بعد شد السلاسل كاف رجليه يا شيال الجنازة عينك عليه قضى سنين عبر بنص السجون يا شيال الجنازة بهون ممشاك خلينا شيع الكاظم وياك يا وصفة تشوفه ميت أعداك من فوق الجسر قاموا يصيحون هونك اللي تريد تصير دفان
هونك تريد تصير دفان على الخلص حياتك باله شجان لا صحبان يمه ولا لخلان وحده والحرس يمه يباكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتهي من برا؟ كذا لا تأخرت والله.